السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. لكن ربي عز وجل قال بأن الذي يحلف باليمين الغموس خصوصا التجار وغيرهم، قال لك لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم يوم القيامة ولهم عذاب أليم. ثلاثة من بينهم المصرف بضاعته باليمين الكاذب، كيبقى يحلف كذبا. هذا النوع الله قال لك هما ثلاثة، ملك كذاب وشيخ زان والمصرف بضاعته باليمين الكاذب. يعني ملك كذاب يعني مسؤول كبير لا شيء يكذب، وهو قوي وعنده القدرة على أن يقول الحقيقة، فلماذا يكذب؟ وكذبه ينطلي على الجميع فيأتي الضرر. والثاني هو الشيخ الزاني، إذا كان شاب كيزني ما كيلبس، ربما باقي صغير وفيه الغفلة وفيه العنفوان ديال الشباب وحضر غير دم ويستغفر. ولكن إذا كان شيخ وفيه الشيب والتجاعيد وما بقاش عنده القوة ديال الشباب، فلماذا يتجرأ على حرمات الله؟ هذا هو كينطبق عليه. والثالث هو اللي كيبيع ويشري وكيتعامل مع الناس بالمعاملة وكيحلف باليمين الكاذب. هؤلاء الثلاثة قال لك الله تعالى لا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. يوم القيامة الله تعالى يولي وجهه عليهم، كيبغي يقول يا ربي غشوف فيا غشوف فيا غير نظرة نظرة، الله لا ينظر إليه والعياذ بالله. سي عبد العزيز، هذا الصراع وهذا الخلاف حول المال، وهذا المال لا يساوي عند الله جناح بعوضة. وإلا بغى ربي عز وجل راه يغني عبده المؤمن الصادق في لحظة، لأن أبواب الرزق كثيرة، تمشي من هنا يعوض ربي من هنا بالعشرات. هذا قاعدة معروفة عند التجار، شحال من تاجر تمت سرقته ومع شركائه وقع لي تلاعب، ولكن حياؤه منعه بالمواجهة ومنعه من أن يذهب للشكايات ويذهب إلى القضاء أو إلى الأمن. ربي كيعوض سبحانه وتعالى، كيفتح التعويض من جهة أخرى ثالثة ورابعة وخامسة. خليك هكذا سي عبد العزيز، هو اطلب لي الهداية. هو ربما يلا ضاق المال، وربما المال له إغراء، المال كيخلي الإنسان كيتلف، كاين اللي كيتلفوه النساء، وكاين اللي كيتلفوه الأموال، وكاين اللي كيتلفوه المناصب. هذه ثلاث مغريات خطيرة. إما المال له حلاوة كيتلف الإنسان، يقدر يتنكر لأصله وحسبه ويحلف كذبا. وكاين اللي كيتلفوه النساء، كيلقى النساء كيضعف يسيل لعابه وينسى أمه وأباه ولا يخشى الله. وكاين اللي كيتلفوه المناصب، كتلقاه كيجري باش يوصل لواحد المنصب يدفع 30 50 مليون ويدوز على جميع المبادئ والقيم، المهم يوصل. وحتى حاجة ما كتدوم، هادشي كله غير مجرد فرقعات صابون. اللي كيدوم هو المعقول، هو الإيمان، هو اليقين، هو الصلاح، هو القناعة، هو الرضا. ماذا علينا نفعل سي عبد العزيز؟ نوصيك أخويا غير اصبر واحتسب واحترس، احترس. يعني المال السائب يعلم صاحبه السرقة، يحترس المال ديالك حرص، ماشي مشكلة أخويا تسرق. كيقولوا التجار الكبار الأثرياء، كيقول لك أي واحد ثري لا بد ان يتعرض لنكسه في التجاره ديالو. حتى كبار الاثرياء كيقول لك لا بد باش تعود مليونير خصك تعرض لواحد المرحله ديال الافلاس، لكن الافلاس يكون في الثلاثين او الاربعين افلاس. علاش؟ غتعلم منه كثير، غتعلم تحترس، وغتعلم كيفيه تدبير شؤون المال. لا بد انك تتعرض لشيء من هذه النكسات. انت اعتبر هذه دروس تعرضت لها وما درتش ثقه زائده. احترس في أموالك، لا تدخل بيتك إلا من تثق في إيمانه، لا تجلسه مع العائلة إلا من كان غضا لبصره وطاهرا في قلبه. هذه دروس كنتعلموها من الحياة، وربي يعوضك خيرا بإذن الله. وهذا السيد الله يهدينا ويهديه، ربما بقي غافل. اللي خلاه يدير هذا الأمر هذا هو الغفلة، والغفلة واحد النهار غادي يستيقظ هو منها وغيتوب، وحتى ربما غيتعرض نفس الشكل، يعني كما تدين تدان. وحضر حتى غادي يكبر ويعود صاحب مال وعنده توا حضوة، ويقدر ربي يعاقبه ويسلط عليه شي واحد اللي ضعيف
ويدير فيه الثقه ويختلط هو من جديد، وللاسف كما تزيد وتداد. الله يغفر لنا جميعا. الانسان دائما يطلب الله المغفره ويطلب ربي ينبهنا في عيوبنا، والله تعالى لا يعاقب على الذنوب. الله تعالى لا يعاقب على الذنوب، يعاقب على الاصرار على الذنوب، الاصرار. اما من دار واحد ذنب وندم وتاب واستغفر فالله غفور رحيم، لكن من اصر هذا كيبقى دائما هو المعذب. قال ابن عباس رضي الله عنه قال لا توبة مع إصرار ولا عقاب مع استغفار. لا توبة مع إصرار ولا عقاب مع استغفار. الله يغفر لنا جميعا، اطلب الله يغفر لنا وله ويعوض خيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نواصل أيها الأحباب الكرام هذا اللقاء المبارك ونستقبل المزيد من المكالمات. اللحظة إلى مراكش مع السعد العزيز. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله مولاي. جد سعيد نسمع صوتك. يا مرحبا، يا ألف مرحبا. أول مرة كنهضر معك في حياتي. يا ألف مرحبا مولاي. ودابا لك كنبغي تجي الموت ما يبقاش فيه الحال. الله يطول عمرك ويعلي الدرجات ديالك يا مولاي. الله يكبر بك في الدنيا والآخرة. عندي واحد العقدة في حياتي بغيت كثير تنصحني الله يرحم لك الوالدين. الله يفرج يا رب. دابا أنا واحد السيد كان تيخدم معايا، يعني بدا معايا خدام تهلط فيه درتو بحال ولدي. إيه. المهم يعني دور معايا الحركة، دار راس مال، وأنا ندخل أنا وياه في البيع والشراء، قلت ليه ما غاديش نضيعك. المهم تنكتشف تيغدرني انا ما قدرتش نواجهه. لا اله الا الله. دابا بغيت نهضر انا بغيتك عافاك غير انا ما قدرتش دابا نقول ليه حتى شي حاجه باش تبقى فيا الحال على الخطر والخيانه. والعياذ بالله. دابا هذا السيد هذا مشى معايا للجامع، حلف ليا في الجامع، هو دابا بغى يرضيني، انا حسيت بغى يرضيني. لا اله الا الله. انا كنقول هذا الانسان، انا كنهضر هو دابا ما واجهتوش، كنقول هذا الانسان علاش هو بغى يرضيني انا بشر، ارضي اللي خلقك. اه وسخط الله تعالى بالحلف. ايه ومشى وقسموا بالله ودار سيرف قيلاس القران العظيم. لا حول ولا قوة. ودار يدي عليه. انا دابا تنهضر لك على واحد الحاجة ودار سيرف قيه. نعم سيدي. شايفها بعينيا. متأكد منها. وي متأكد منها، وعلاش أنت كتحلف؟ الله يستر يا رب. وفي نفس الوقت أنا هذا السيد واكل معاه الخبز وتوا واكل معايا، وأنا بغيت يكون هو أحسن مني كاع. لا اله الا الله. وعاطيه كل شيء ويدخل للدار وتياكل وتيشرب وزعما داير فيه واحد الثقه. لا اله الا الله وصافي. الله يهدي مخلق يا رب. بغيت نسمعك الله يرحمك. واخا سيدي عبد العزيز اخويا الله يفرج عليك، الله يفرج عليك. حياك الله. بارك الله فيك. وانا شوف الله العظيم الا راني القلب يعني كبير وما قدرتش نتخاصم معاه. بعيد اخويا بعيد فيك الحياء، والحياء كيمنعك انك تدير اي اجراءات. لا اله الا الله. لا حول ولا قوه الا بالله. الله يفرج عليك سي عبد العزيز. اي الله يخلي لك وليداتك. شكرا لك مولاي. شكرا سي عبد العزيز. طرح علينا قضيه ربما متداوله في بعض الناس، ان الانسان كيبغي يشجع الشباب عاطل او انسان في مستوى بسيط كيبغي يشجعه على انه يعمل وانه يكسب وانه تو يكبر. هذا ولاد الخير. ولاد الخير ديما كيقول ان كل نوكل ولا شي واحد خدم معايا ما بغيتوش ديما يبقى خدام معايا، بغيت واحد النهار يعود هو حتى هو مول الشكراء وتا هو يدير لاباس. هادو هما ولاد العز ولاد الاصول، كيبغي دائما ياكل يوكل. السي عبد العزيز كما جاء في كلامه دار هذا الاتجاه، وهذا السيد جمع راس المال دابا خدم معاه. المفروض ان هذا السيد هو ولي نعمته، يبقى دائما يشكروا، يبقى دائما يقول لي لولا فضل الله تعالى وان سخرك لي ما كنت لابلغ هذا المقام. خص دائما الانسان يشكر، يشكر من تسبب له في نعمه، ويبقى دائما يعترف له بهذا الفضل. لكن للاسف كل انسان اللي كيتسرب الى 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 قلبه ابليس ويريد ان ياخذ حقه وحق غيره، هذا هو المشكل الكبير. هناك بعض الناس كيبغي حقه وحق غيره، وخا هو عنده ما فيه الكفايه، لكن كيجي ابليس وكيقول لي راه انت ضيع، او يقول لي انت غتصب الفقر، او يقول لي انت راك باقي مازال باقي ما وصلتيش للمستوى اللي خصك توصل ليه. لماذا قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم
لو كان لابن آدم واد من ذهب لابتغى إليه واديان، ولو كان عنده واديان من ذهب لابتغى إليه مثلات، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. هذه فيها تحليل نفسي من النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. بعض النفوس راه عمره ما غادي يشبع، عمره ما غادي يقول انا اغتنيت، غادي يبقى يقول المليون الاول فينا هو، كيحصل عليه كيقول 10 ملايين الثانيه فينا هي، كيحصل عليها كيشوف في 100 مليون الاولى فينا هي، كيوصل ليها غادي في 300 مليون، في المليار الاول، المليار الثاني، وغادي عشرات الملايير حتى يفوق المبالغ اللي هي على الخيال، وعمر ما غادي يوصل، عمر ما غادي يقول اكتفيت. قال لك ولا يملأ جوف ابن ادم الا التراب، ويتوب الله على من تاب. تجي واحد النهار وغادي يطلق كل شيء ويغادر هذه الدنيا الفانية، ويخرج منها حافي القدمين عاري الجسد. للأسف هذه الطبيعة عند بعض الناس، عليهم أن يعلموا بأن الدنيا جميل، أن الإنسان يسعى ويجتهد، ولكن لا تكون هي منتهى أمله. المال مجرد وسيلة للعيش. وكيف هذا السيد علمك ووصلتي، أنت خصك تعلم آخر وتوصله، وهكذا شكي وصل شيء، وهذا هو الربح المطلوب. لكن ما يحز في النفس هو أن الإنسان كدير فيه الثقة العمياء، وكتسلمه جميع أمورك وتدخله إلى بيتك، ويأكل طعامك وشرابك، وتجلسه بين أسرتك وأهلك، ومن بعد تكتشف بأنه يخونك، أو أنه يطعن في ظهرك، أو أنه يسرق مالك. هذه صدمة كبيرة. إنسان يقول ماذا أفعل، أنا كنقدر السي عبد العزيز، الآن كنشعر به كأنه مصدوم، أنه لم يتوقع أن هذه الأمور اللي وقعت. المشكل هو أن السي عبد العزيز نلمس في كلامه أنه في خلق الحياء، واللي عنده خلق الحياء صعيب أنه يقول لمن أخطأ أخطأت، ما يقدرش، ماشي خوفا، حياء، كيغلب عليه هذا الحياء. وطبعا هذا الحياء هذا خلق رفيع. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال لنا لكل دين خلق، وخلق هذا الدين الحياء، يمنعه من انه يظهر العيب ديالو. او خليك هكذا اخو عبد العزيز، خليك هكذا. علاش؟ لان اللي في هذا الخلق الله يدافع عنه، ان الله يدافع عن الذين امنوا. اللي عنده خلق الحياء وما كيقدرش يخسر البنادم، ما يخسرش الخوتو باش يبقاو دائما في مقام رفيع، راه ماشي ضعف. هذا الضعيف هو اللي عنده غير الخوف، اما اللي فيه الحياء راه مبعثه الايمان الصادق النقي. غير بقى هكذا سي عبد العزيز، علاش؟ حيت ربي وعد بالدفاع عن اصحاب الحياء، ان الله يدافع عن الذين امنوا، غير كن مطمئن. هذا السيد الله يغفر لنا وله، كما قلت انك انت شتي بعينك، هو كيحلف، هذه كتسمى اليمين الغموس والعياذ بالله. ربما هو بغى يبرأ نفسه، شاف راسه تورط، لو اعترف كان خيرا له. لو قال لك فعلا انا خذيت، انا حالة ضعف ومديت يدي، كان خيرا له، غيعترف بين يدي المخلوق حسن من انه غدا يوقف بين يدي الخالق. ربما الله يرحم ضعفنا، ربما هو ضعيف في الايمان وما قدرش انه يخسر لك خاطرك، وسول له ابليس، قال لي شوف غير راه الله غفور رحيم، ولكن الناس لا يغفرون ولا يسامحون. هكذا الناس اللي كيتصرفوا، كيجيب ابليس كيوسوس لهم، كيقول لي انت غا حلف ربي راه استغفر ويغفر لك، والبشر ما يقدرش يغفر لك ويسمح لك.